بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 22. أنا يسيطر عليها المشركون والوثنيون من العماليق، فأمرهم الله أن يخلصوها من أيدي الكفار والمشركين، وذلك بالجهاد في سبيل الله. فأمرهم موسى عليه السلام بقوله: يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. إلى أن قالوا لموسى عليه السلام لما أكد عليهم الأمر بدخول هذه القرية والجهاد في سبيل الله، آخر ما قالوا له: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. نكلوا عن الجهاد في سبيل الله وجبنوا عن الجهاد في سبيل الله، ويريدون أن يدخلوا بدون قتال وبدون جهاد، وأن الكفار يخرجون منها بدون شيء. وهل هذا يقوله عاقل فضلا عن مؤمن؟ إن الكفار يخرجون من البلد بدون شيء، لا بد من القتال ولا بد من الجهاد في سبيل الله، لكن هؤلاء والعياذ بالله جبنا وبخلا ولا يريدون أي مشقة، ما يريدون أي تعب ولا أي مشقة ولا أن يلاقوا أي خوف. عند ذلك عاقبهم الله، فقال سبحانه: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. 40 سنة وهم في بر لا يدرون أين يذهبون، ليس لهم بيوت وليس لهم مكان يأوون إليه. عقوبة لهم 40 سنة. ولكن مع هذا أدركتهم رحمة الله عز وجل، فظلل عليهم الغمام بدل الظل في البيوت، وأنزل عليهم المن والسلوى، وأعطاهم في هذا التيه من نعمه سبحانه وتعالى. وبعد تمام 40 وهم في التيه جاء الأمر الثاني: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، ادخلوا قرية بيت المقدس خلصوها من الكفار. فامتثلوا أمر الله لأنهم تربوا في هذا التيه، تربوا فامتثلوا بقيادة يوشع بن نون فتى موسى. بعد موت موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، فقادهم يوشع وحاصر البلدة عند مغيب الشمس، فأمر الله الشمس وحبسها عن المغيب، حبسها عن المغيب حتى يفتحوا هذا البلد، ففتحوها بإذن الله. وهذه نعمة عظيمة عليهم، إن الله مكنهم من البلد المقدس ومكان الأنبياء، ونصرهم على عدوهم من الوثنيين. هذه أكبر نعمة عليهم، فأمرهم الله أن يشكروا هذه النعمة. ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم من نعم الله عز وجل، رغدا أي رزقا واسعا،
لكن قابلوا هذا بالشكر، أولا أن الله فتحها عليكم ومكنكم منها، وثانيا أن الله أباح لكم ما فيها من الرزق الرغد، فالواجب مقابلة هذه النعمة بالشكر. وادخلوا الباب سجدا، يعني خاضعين لله متواضعين لله، ولا يأخذكم العجب بالنصر والطيش على أن تدخلوها متكبرين متغطرسين، ولكن ادخلوها دخول المؤمنين الشاكرين لله المتواضعين لله. وهكذا المسلم إذا أنعم الله عليه بنعمة، ولا سيما النصر في الجهاد، فيجب عليه أن يقابل هذا بالاعتراف بفضل الله، وأن يخضع لله عز وجل ولا يتكبر أو يعجب بنفسه أو بفعله. ادخلوا الباب سجدا، يعني راكعين مطأطئي رؤوسكم تواضعا لله عز وجل، ولا تدخلوها دخول المتكبر المعجب بنفسه. وقولوا حطة، قولوا حطة أي حط عنا ذنوبنا، هذا استغفار أمرهم الله أن يذلوا له ويخضعوا له وأن يستغفروه. وقولوا حطة أي حط عنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، أمرهم بالاستغفار. والحطة أي حط عنا ذنوبنا، فأمرهم بالشكر لله جل وعلا بالفعل، وهو الركوع لله عند دخول القرية منتصرين، والشكر بالقول بأن يستغفروا ربهم ويقولوا حط عنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. وهذا واجب المسلم عندما يمنحه الله النصر على عدوه، فإنه يشكر الله عز وجل بالقول وبالفعل. ولهذا لما فتح الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مكة المشرفة، دخلها صلى الله عليه وسلم مطأطئا رأسه خاضعا لله عز وجل، حتى إن رأسه يكاد يمس رحله وهو على الناقة تواضعا لله عز وجل. ولما دخلها صلى 8 ركعات صلاة الفتح في بيت أم هاني بنت عمه بنت أبي طالب، صلى 8 ركعات شكرا لله سبحانه وتعالى. وقد قال الله له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا فعل الشاكرين، قد فعله محمد صلى الله عليه وسلم عندما فتح الله له مكة ومكنه منها وأخرج منها أعداء الله من المشركين والوثنيين ونصره عليهم. أما هؤلاء والعياذ بالله فإنهم بدلوا قولا غير الذي قيل لهم. قيل لهم قولوا حطة أي حط عنا خطايانا، فقالوا حنطة، حنطة زادوا نون عن حبة الحنطة، يريدون الأكل ويستهزئون بكلام الله عز وجل ويحرفونه، فزادوا حرفا وهو النون، قالوا حنطة، بدل ما يستغفرون ويقولون حطة صاروا يطلبون الأكل استهزاء وسخرية، حبة في حنطة، هذا من تبديل كلام الله سبحانه. فبدل الذين ظلموا، يعني ظلموا أنفسهم، قولا غير الذي قيل لهم. فإن كلمة حنطة
هذه ليست من كلام الله، وليس فيها استغفار وتوبة إلى الله عز وجل. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، وأيضا الفعل غيروه، بدل ما دخلوا راكعين دخلوها رافع رؤوسهم يزحفون على مؤخراتهم وعلى مقاعدهم، تبديلا لأمر الله سبحانه وتعالى. فلم يسجدوا لله، ولم يستغفروا الله عز وجل، بل بدلوا وغيروا وحرفوا كلام الله، والله عاقبهم. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، يعني يخرجون، الفسوق هو الخروج، يخرجون عن طاعة الله. أنزل الله عليهم رجزا من السماء، والرجز هو العذاب، والعذاب الشديد، وقد فسر بأنه الطاعون، أصابهم والعياذ بالله مرض الطاعون، وفتك بهم عقوبة لهم، حيث لم يمتثلوا أمر الله عز وجل وحرفوا كلام الله. فأنزلنا على الذين ظلموا، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فهم وضعوا أمر الله ووضعوه في غير موضعه، فظلموا أنفسهم، وأيضا ظلموا أنفسهم بأن عرضوها لعذاب الله وعرضوها للعقوبة، هذا ظلم للنفوس. فالعاصي إذا عصى فقد ظلم نفسه، يعني أنه وضعها في غير موضعها، وضعها في العذاب والعياذ بالله، وعرضها لسخط الله. وكل عاص لله فإنه قد ظلم نفسه. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، بما الباء سببية، أي بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى وكفرانهم لنعمة الله. وهذا عام لكل من فعل مثل فعلهم وتنكر لنعم الله ولم يمتثل أمر الله، فإنه معرض للعقوبة العاجلة والآجلة، فإن الله جل وعلا ليس بغافل عما يعمل الظالمون، وهو سبحانه يغار على محارمه ويغار على أوامره ونواهيه، فلا يخفى عليه شيء، وهو قادر على كل شيء، قادر على أن يعاجل بالعقوبة من خالف أمره، أو يؤجل العقوبة، وهذا أشد، يؤجلها إلى وقت آخر. فأنزلنا على الذين ظلموا، لماذا قال على الذين ظلموا؟ ليبين سبب العذاب، وهو الظلم. فأنزلنا على الذين ظلموا، أي بسبب ظلمهم، فالظلم سبب للعذاب الذي ينزل من السماء من عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه مذكرا لهم بنعمة أخرى من نعمه عليهم، فقال وإذ استسقى موسى لقومه، يعني طلب لهم الماء، لأنهم هذا في التيه، لما كانوا في التيه ما كان عندهم ماء، كانوا في صحراء قاحلة ما فيها ماء وليس فيها آبار، فمن أين يشربون؟ ما كان منهم إلا أن طلبوا من موسى عليه السلام أن يستسقي لهم، يعني يطلب لهم السقيا من الله سبحانه وتعالى. وإذ استسقى موسى، أي دعا ربه عز وجل أن يسقي بني إسرائيل في هذا التيه
القاحل الذي ليس فيه ماء، وهم أمة عظيمة في الصحراء بمئات الآلاف، من أين يشربون؟ استسقى موسى لقومه. وهكذا يجب على المسلمين إذا قل الماء وانحبس المطر أن يستسقوا ويطلبوا من ربهم السقيا ويتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى. وقد استسقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عدة مرات، صلى بقومه صلاة الاستسقاء، خرج بهم من المدينة وصلى بهم وخطب وذكر ووعظ ودعا ربه واستغفر حتى نزل المطر. واستسقى أيضا في خطبة الجمعة لما دخل أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه الشريفتين ودعا الله واستسقى في خطبة الجمعة، فنشأت سحابة في الحال، نشأت قطعة في السماء ثم توسعت ثم رعدت وأبرقت ثم أمطرت، واستمر المطر مدة أسبوع إلى الجمعة التي بعدها، حتى دخل ذلك الرجل وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله أن يحبسها عنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يحبس المطر، وأن وطلب من الله أن يجعل المطر على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فأقلعت السماء وطلعت الشمس وخرجوا يمشون في الشمس. فالاستسقاء سنة نبوية، فعلها موسى عليه السلام وفعلها سليمان عليه السلام، فإن سليمان عليه السلام خرج يستسقي ومعه بنو إسرائيل، فبينما هو في الطريق رأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا فضلك. فقال نبي الله سليمان عليه السلام لقومه: ارجعوا، فقد سقيتم بدعوة غيركم. فالاستسقاء سنة نبوية، يتضرع العباد إلى الله عز وجل، إذا انحبس عنهم المطر تضرعون إلى الله في أن يسقيهم. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر، أجابه الله سبحانه وتعالى، أجاب دعاءه بمعجزة عظيمة، وهي أن أمره بأن يضرب الحجر بعصاه. حجر، هل الحجر فيه ماء؟ الله قادر سبحانه وتعالى على أن يجعل في الحجر ماء، وإلا المعروف أن الحجر ما فيه ماء. اضرب بعصاك الحجر، فضربه فانفجرت منه 12 عينا، لأن بني إسرائيل كانوا 12 سبطا وقطعناهم 12 أسباطا أمما، على عدد أولاد يعقوب عليه السلام، لأن أولاده 12، وكل ابن من أبناء يعقوب 12 صار له ذرية وتناسلوا وصاروا قبائل يسمون بالأسباط. فالأسباط في بني إسرائيل في منزلة القبائل من العرب. فانفجرت من هذا الحجر بضربة موسى عليه الصلاة والسلام 12 عينا بعدد أسباط بني إسرائيل،
بحيث لا يتزاحمون، بحيث لا يتزاحمون على عين واحدة، كل فريق منهم له مشرب معروف ولا يحصل زحام. هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. فانفجرت منه 12 عينا، عين تمشي من حجر واحد، من حجر واحد 12 عينا تمشي على حاجة بني إسرائيل. فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، كل قبيلة من قبائل بني إسرائيل علمت مشربها، فلا زحام ولا مغالبة أو قتال، بل الماء متيسر. وهذا من نعم الله عليهم، في صحراء ما فيها ماء، فجر الله لهم الحجر آية لنبيه وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام. كلوا واشربوا من رزق الله، أمرهم الله، هذا أمر إباحة، كلوا من المن والسلوى واشربوا من هذه الأعين 12، وهذا رزق الله سبحانه وتعالى، لا بكدكم ولا بحولكم ولا بقوتكم. هذه من أكبر النعم على بني إسرائيل، هم في صحراء ما فيها طعام ولا فيها شراب، أنزل الله عليهم المن والسلوى طعاما لهم، وفجر لهم الحجر أعينا على عدد قبائلهم. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ينهاهم الله أن تحملهم هذه النعمة على الأشر والبطر، لأن الإنسان من عادته، إلا من رحم الله، من عادة الإنسان أنه إذا شبع وروي أنه يفسق، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، هذه عادة الإنسان، إلا من رحم الله. ولهذا قال ولا تعثوا، لا تعثوا في الأرض مفسدين. ومعنى تعثوا هو معنى الإفساد، ولكن يقال عثى في الأرض إذا أكثر فيها، إذا أكثر فيها الفساد، الفساد الكثير. فالأرض إنما تصلح بطاعة الله وشكر الله عز وجل، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، تصلح الأرض بطاعة الله وبشكر الله عز وجل، والأرض تفسد بالمعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فما يحصل في الأرض من فساد في الثمار وفي المياه وفي الحيوانات وفي الأرزاق، ما يحصل هو بسبب ذنوب بني آدم ومعاصيهم، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى غني كريم، لا يمنع فضله ورزقه إلا ممن عصاه واستكبر عن طاعته عقوبة، وقد يستدرجه بالنعم وهو يعصيه فيستدرجه من أجل أن يأخذه على غرة. قد يستدرج الله بعض الناس ويعطيه النعم وهو على معصية الله من باب الاستدراج. كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى، شوفوا مقابلتهم للنعمة أيضا،
بدل ما أنهم يشكرون الله احتقروا النعمة التي أعطاهم الله وطلبوا غيرها. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، هذه أشياء ألفوها يوم كانوا في مصر، ألفوها وحنوا إليها فطلبوها واحتقروا النعمة التي هم فيها، وهي المن والسلوى الذي من الله تعالى عليهم به، وهو لا يوجد عند غيرهم، ما نزل إلا على بني إسرائيل، ما يوجد هذه النعمة عند غيرهم، ولكنهم احتقروها وملوها وطلبوا شيئا أقل منها وأنقص منها، وهذا من بلاهتهم، هذا من بلاهتهم وسفاهة عقولهم واحتقارهم لنعم الله سبحانه وتعالى. ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، البقل هو الخضار الذي ليس له ساق مثل الكراث والخضروات التي ليس لها ساق، من بقلها وقثائها، القثة معروف هو الخيار المسمى الآن بالخيار، وفومها هو الثوم المعروف، الفصوص التي تشبه البصل وهي أخبث منها رائحة، يقال فوم بالفاء ويقال ثوم بالثاء، وقيل المراد بالفوم بالفاء الحنطة، ولكن المشهور أن المراد به الثوم المعروف بالثاء، والثاء والفاء متقاربان في المخرج فيقال فوم ويقال ثوم، وهو خبيث الرائحة، وفومها وعدسها، والعدس معروف والبصل معروف روائحها كريهة، الثوم والبصل والبقل أيضا قد يكون من الكراث وفي رائحة خبيثة، وقد يكون قليل النفع قليل الفائدة، هل يقارن هذا بالمن والسلوى؟ قال أتستبدلون، استنكر عليهم موسى عليه السلام، تستبدلون الذي هو أدنى من هذه الأشياء الدنيئة، الذي هو أدنى بالذي هو خير، وهو المن والسلوى الذي ما أعطيه أحد من العالم غيركم، تستبدلون الذي هو أدنى يعني أقل وأنقص نفعا وفائدة ورائحة، لا شك أن هذه الأشياء ما هي على مستوى المن والسلوى التي هي أطيب المآكل والمطاعم. وهكذا عادة ابن آدم أنه يمل للنعمة ويبطر النعمة، كما ذكر الله عن سبأ، قبيلة سبأ قبيلة المعروفة في اليمن، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. كان لهم سد عظيم، سد سبأ، سد مأرب يحجز لهم السيول فيزرعون عليها ويغرسون الأشجار، حصلت لهم جنات، جنتان عن يمين وعن شمال، عن يمين الوادي وعن شماله. لقد كان لسبأ أي قبيلة سبأ في مسكنهم في اليمن آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، عن شكر الله سبحانه وتعالى فسلط الله على السد، سلط عليه الجرذ الحيوان المعروف الصغير يحفر فيه وينقب فيه حتى انهار، وساح السيل العظيم عليهم فأرسلنا عليهم
سيل العرم انساح على ديارهم وأهلكها وعلى زروعهم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، بدل ما هي مونعة بالثمار الطيبة صار أثل طرفا، تعرفون الطرفا صار طرفا ما فيها فائدة، أكل خمط في شوك أيضا. بدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وهو الطرفة وشيء من سدر قليل، السدر طيب لكنه قليل ما يكفيه. هذا من ناحية المآكل والمشارب. من ناحية الأسفار أعطاهم الله، هون الله عليهم الأسفار فأنعم الله عليهم في الحضر وفي السفر، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، بينهم وبين الشام، بينهم وبين الشام قرى متواصلة، المسافر يمشي يصبح في قرية ويمسي في قرية ولا يحمل معه زاد ولا شيء، ما يحمل معه زاد لأن الطريق كله بلاد فيها خيرات، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، هذا كفران النعمة، بدل ما أننا دائم في بلاد نريد بر قاحل ما في شيء، سبحان الله يريدون بر قاحل ما فيه ما ولا أكل ولا شيء، باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، شتتهم الله، بدل أن كانوا مجتمعين على هذه النعم فرقهم الله فانتشروا في الجزيرة ورحلوا من بلادهم، أحد راح للشام وأحد راح للعراق وأحد راح للمدينة ليثرب، مزقهم الله بدل أن كانوا مجتمعين. وهذا نتيجة إيش؟ نتيجة كفران النعمة، مزقناهم كل ممزق، نسأل الله العافية. كذلك بنو إسرائيل لم يشكروا هذه النعمة وطلبوا شيئا أقل منها، أقل نفعا وأقل طيبا، كفرانا لنعمة الله سبحانه وتعالى. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا أي بلد تهبطونها تحصلون هذه الأشياء، تحصلون البصل وتحصلون الثوم وتحصلون القثة، تحصلون العدس، هذا ما موجود في كل بلد، لكن المن والسلوى هذا ما هم موجود. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، ولا يحتاج إن موسى يدعو ربه إنه يعطيهم بصل ويعطيهم ثوم ويعطيهم، هذه أشياء تافهة موجودة متوفرة. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليه هذه العقوبة، هذه العقوبة جاءت، ضربت عليهم الذلة في أبدانهم. فاليهود أذل خلق الله في كل زمان ومكان، هم أذل خلق الله بين الأمم، وضربت عليهم الذلة أي في أبدانهم، وصاروا تؤخذ منهم الجزية وهم صاغرون، تؤخذ منهم الجزية وهم صاغرون. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وسلط الله عليهم الجبابرة من جبار إلى جبار يسومونهم سوء العذاب، فرعون سامهم سوء العذاب، وجاء بعده الجبابرة يسومونهم سوء العذاب، أخت مصر وغيره يسومونهم سوء العذاب، إلى العهد القريب الألمان
هتلر ماذا صنع باليهود؟ ولا يزالون يذكرون النكبة التي حلت بهم، ولا يزال الله جل وعلا يوالي عليهم النكبات ويسلط عليهم الجبابرة بسبب كفرهم بآيات الله. لأن الإنسان إذا عصى الله وهو يعلم فهو أشد ممن يعصي الله وهو جاهل. فهم عصوا الله وهم يعلمون، هم أهل كتاب والعياذ بالله، ولم يعملوا بكتابه. سلط الله عليهم الجبابرة يسومونهم سوء العذاب، غربت عليهم الذلة، ملازمة لهم الذلة إلى يوم القيامة، ملازمة لهم. والمسكنة في قلوبهم، قلوبهم فيها خوف دائما، فيها قلق. ولهذا يقول في الآية الأخرى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أينما ثقفوا في أي مكان وفي أي زمان، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. اليوم لولا أمريكا والدول الكافرة تمدهم ما استطاعوا أن يبقوا في فلسطين ولا دخلوها. إنما الدول الكافرة من النصارى وغيرهم هم الذين ساعدوهم وركزوهم في بلاد المسلمين وفي فلسطين، ولو تخلى عنهم الكفار ما استطاعوا أن يبقوا يوما واحدا، لما ضرب الله عليهم من الذلة والمسكنة، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، لأنهم جبناء بخلاء ليس فيهم قوة ولا شجاعة، وإنما هم أبخل الناس وهم أحرص الناس على الحياة الدنيا ولا يعملون للآخرة، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. ومن الذين أشركوا هم أحرص على الحياة من المشركين الذين لا كتاب لهم. هذه صفة اليهود، هذه عقوبة لهم من الله سبحانه وتعالى. ولو كان الآن في المسلمين قوة وكان المسلمون متمسكين بحبل الله ما استطاع اليهود ولا غيرهم أن يقربوا بلاد المسلمين، لكن لما تخاذل المسلمون وضيعوا أمر الله ضاعوا، وتسلط اليهود وغيرهم واحتلوا بيت المقدس الذي هو المسجد الثالث في الأرض من المساجد التي تشد إليها الرحال. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. احتلوه في أيام الصليبيين لما ضعف المسلمون، احتلوا بيت المقدس واستولوا على المسجد الأقصى، وبقي تحت حكمهم 90 سنة إلى أن جاء صلاح الدين الأيوبي رحمه الله فقاتلهم وخذلهم الله على يده واستخلص بيت المقدس منهم. هذا هؤلاء النصارى. ثم جاء اليهود في هذا الزمان، ولن يخرجوا من فلسطين إلا بالجهاد في سبيل الله. إذا اجتمع المسلمون يدا واحدة وصدقوا مع الله سبحانه وتعالى فإن اليهود لا يبقون في فلسطين ولا لحظة واحدة، ويقتلونهم مقتلة عظيمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الحجر والشجر ينادي المسلمين ويقول: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. هذا مآل اليهود في آخر الزمان. فهم في غضب الله، وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله، رجعوا، باءوا يعني رجعوا بغضب من الله عز وجل. فهذا فيه وصف الله جل وعلا بأنه يغضب، كما أنه يرضى سبحانه وتعالى ويحب ويكره، هذا من صفاته الفعلية سبحانه. باءوا بغضب من الله. لماذا باءوا بالغضب؟ لأن الذي يعرف الحق ولا يعمل به يغضب الله عليه.
فهو أشد من الذي لا يعرف الحق ويخالف الحق لأنه يجهل، هذا أخف من الذي يعرف الحق ويخالفه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم الذين يعرفون الحق ولا يعملون به، والضالون هم الذين لا يعرفون الحق بل يعبدون الله على جهل وضلال، نسأل الله العافية. وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم، السبب ما هو؟ بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، يكفرون بآيات الله التي أنزلها على أنبيائهم وهم يعرفونها ولا يعملون بها، ويحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه، هذا دأبهم وشأنهم. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، بدل أن يؤمنوا بالنبيين صاروا يقتلونهم، إذا جاءهم النبي بما لا يشتهونه إما أنهم يكذبونه وإما أنهم يقتلون. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فهم قتلوا بعض الأنبياء، قتلوا زكريا وقتلوا يحيى عليهم السلام، وحاولوا قتل عيسى عليه الصلاة والسلام وهجموا عليه، فرفعه الله من بينهم إلى السماء ولم يشعروا بذلك، خلصه منهم. وحاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم عدة مرات وحماه الله منهم وسحروه وعافاه الله من سحرهم، وأرادوا قتل هارون عليه السلام بعد سفر موسى، قال يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. هذا دأب اليهود مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين، جمع نبي، بغير الحق، قتل الأنبياء بغير حق. لكن هذا قوله جل وعلا بغير الحق هذا فضيحة لهم، فإذا كان لا يجوز قتل المؤمن بغير الحق فكيف يجوز قتل النبي بغير الحق؟ لا أشد والعياذ بالله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فكيف بقتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويقتلون النبيين بغير الحق؟ ذلك بما عصوا. كرر الله سبحانه وتعالى بيان السبب الذي من أجله نزل العذاب على بني إسرائيل، ومن أجله أنزل الله عليهم الذلة وضرب الله عليهم الذلة والمسكنة، ذلك بما عصوا الله سبحانه وتعالى، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون على حرمات الله سبحانه وتعالى. وليس هذا خاصا ببني إسرائيل، فكل من اتصف بهذه الصفة فإنه متوعد بهذا الوعيد من اليهود أو من غيرهم، ولكن اليهود هم الذين بدأوا هذا المذهب الخبيث، فمن اقتدى بهم وسار على نهجهم وخالف أوامر الله وكذب الأنبياء وحرف كتاب الله فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد. وعلى نهجهم من يحرفون كلام الله من هذه الأمة، يحرفون كلام الله ويستبيحون ما حرم الله ويلتمسون للناس المخارج على حرمات الله عز وجل، هؤلاء ورثة لبني إسرائيل ورثة لليهود وأتباع لليهود في صنيعهم هذا. فعلى المسلم أن يتقي الله. وهذا القصص الذي قصه الله عن بني إسرائيل هذا ليس خاصا بهم،
بل قصه الله علينا لنعتبر ولنتعظ ولئلا نسلك سبيلهم ونبتعد عن منهجهم وعن مخططاتهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا ويوفق المسلمين في كل مكان إلى العمل بكتابه واتباع رسوله وطاعة الله ورسوله والبعد عن كل ما يخالف أمر الله وأمر رسول الله، وأن يرزقنا وإياكم وجميع المسلمين الثبات على طاعة الله عز وجل، وأن يرزقنا معرفة الحق والعمل به والثبات عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجوز صيام الأيام البيض خلال الشهر أو فقط الاثنين والخميس أو متواصلة؟ يستحب صيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون في أيام البيض اللي هي 13 والـ14 والـ15 من وسط الشهر، هذا هو الأفضل. وإن صام هذه 3 في أول الشهر أو في آخره فقد حصل المقصود والحمد لله، ولكن صيامها في أيام البيض أفضل. وصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، صيام الاثنين وصيام الخميس من كل أسبوع هذا أيضا سنة مستحبة مؤكدة، فيها أجر عظيم. نعم. يقول السائل: أنا أبيع سيارات بالأقساط الشهرية، هل يجوز لي أن أستعيدها من المشتري إذا حازها وبدون شروط مسبقة؟ نعم. يقول: أنا أبيع سيارات بالأقساط الشهرية، هل يجوز لي أن أستعيدها يعني في حال لم يسدد إذا حازها وبدون شروط مسبقة؟ إذا بعت سيارة أو غيرها من السلع بثمن مؤجل وأراد صاحبها أن يبيعها فلا تشتريها منه، لا تشتريها منه وثمنها باقي في ذمته. نعم، لأن هذه تصبح مسألة العينة، تبيع شيء بثمن مؤجل ثم تستعيده وتشتريه بثمن أقل من المؤجل، هذه مسألة العينة. نعم. امرأة ولدت ولم تقضي 40 يوم ولم يعد ينزل منها دم، هل عليها أن تدخل الحرم وهل يجوز أن يدخل عليها زوجها؟ إذا انقطع الدم في أثناء 40 فإنها تغتسل وتصوم وتصلي وتباح لزوجها، وإن عاد الدم في آخر 40 فإنها تجلس إذا عاد الدم في آخر 40، ويعتبر الذي الوقت الذي طهرت فيه في أثناء 40 طهرا، تغتسل وتصوم وتصلي وتحل لزوجها. نعم. أنا حلفت بأن زوجتي طالق بالثلاث إذا عادت إلى التدخين، فما الحكم إذا عادت إلى التدخين مرة أخرى؟ إذا عادت إلى التدخين تطلق بالثلاث، لأنك علقت الطلاق على شرط وحصل الشرط فيحصل المشروط وهو الطلاق ويقع، وتكون باينا بينونة كبرى، لأن الثلاث تبين بها المرأة بينونة كبرى لا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك ويطلقها، ولا يكون هذا من باب التحليل، وإنما هو المقصود بها أن يتزوجها آخر زواج رغبة، فإذا طابت نفسه منها وطلقها يباح لك أن تتزوجها، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. نعم. ما حكم قولي بعد الرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد حمدا طيبا طاهرا؟ طاهرا ما وردت هذه، حمدا طيبا مباركا فيه هذا الذي ورد، أما طاهرا هذا ما ورد، اترك هذه اللحظة. نعم.
حضرت جنازة في المقابر ووجدت أحد الإخوة داخل القبر يقول منها خلقناكم ومنها نعيدكم فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وهو يحثو 3 مرات على الجنازة، ما حكم الشرع في هذا العمل؟ لا بس يتلو الآية، هذا للتذكير والاتعاظ، لا بس بذلك. نعم. إذا أصيب شخص بعين وهو يعرف ذلك الشخص الذي أصابه، هل يجوز؟ ماذا يفعل معه؟ يطلب من العاين إنه يدعو له بالشفاء ويبرك عليه، يدعو له بالبركة والشفاء، ويستغسل منه، يأمره أن يغتسل ويغسل ثيابه، ثم يأخذ الغسالة ويتصب على المصاب بالعين ويشفى بإذن الله. نعم. والدي كبير في السن وعايش عندي ولديه مبلغ من المال، وقال لي إذا مت فالمبلغ لك ولا تعطي إخوتك شيء، وهل يجوز هذا الأمر؟ لا، هذا لا يجوز، وهذه الوصية باطلة، وإذا مات فالمال يكون ميراثا لورثته على ما قسمه الله سبحانه وتعالى، والوصية هذه باطلة. قال صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، ليس لك إلا ميراثه. نعم. إذا بطل وضوء الإمام وهو يصلي في حالة السجود، فكيف يقدم أحد المأمومين؟ يقوم من السجود ويقدم أحد المأمومين بدله يكمل الصلاة، أو يقول للمأمومين انتظروا، ويروح ويتوضأ ويعود ويبدأ الصلاة بهم من جديد. نعم. إما أن يستخلف من يكمل بهم الصلاة، وإما أن يأمرهم بالبقاء ويذهب ويتوضأ ويعود ويبدأ الصلاة بهم من جديد، وهذا أحسن، هذا أحسن. نعم. يقول: ما حكم وضع الحناء في قدم الرجال؟ للحاجة لا بس، إذا احتاج الرجل للحناء من باب العلاج لا بأس بذلك، لأن الحنة فيه منفعة للرجل إذا صار فيها ألم، والحنة فيه لها يعني شفاء وعلاج، فلا بأس، يجوز للرجل أن يستعمل الحنة من باب العلاج. نعم. يقول: أنا من سكان مكة ويوجد لدي أرض وفيها شوك وقمت بحرقها بالنار، فهل ذلك يجوز لإزالتها؟ إذا كان شوك يابس، اليابس لا بأس يزال، اليابس يزال، إنما الممنوع الأخضر، الشيء الأخضر، العشب الأخضر، هذا لا يجوز إزالته. نعم. رجل حضر للمسجد يوم الجمعة لحظة إقامة الصلاة ولم يدرك الخطبة، فهل يصلي الجمعة أم الظهر؟ صلي الجمعة. إذا جاء قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركعة الثانية فإنه يصليها جمعة، يصلي مع الإمام الركعة الباقية، وإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة جمعة. أما إذا جاء بعدما رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية قد فاتته صلاة الجمعة، فيدخل مع الإمام بنية الظهر، فإذا سلم الإمام قام وجاء ب4 ركعات صلاة الظهر. نعم. يقول: أتيت للعمرة ولم أقم بالرمل في الأشواط الثلاثة، بالرمل في الأشواط الثلاثة الأولى ناسيا، فهل علي شيء وهل أقوم بعمرة أخرى؟ ليس عليك شيء، لأن الرمل سنة، ليس من شروط صحة الطواف، وإنما هو سنة، إن حصل فهو أحسن، وإما حصل فالطواف صحيح. نعم. لو ذبح الإنسان ذبيحة وتصدق بها على نفسه لأنه محتاج إليها، هل هذا يجوز؟ نعم، إذا كان محتاجا وأنفق على نفسه فإنه يؤجر على ذلك، ما يقال هذا صدقة، يقال هذا نفقة على نفسه، وهو أولى، يبدأ بنفسه ثم بمن يعول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم،
يبدأ بنفسه ويؤجر على هذا، لأنه أحسن إلى نفسه، ولأنه تعفف عن الناس، تعفف عن سؤال الناس، استغنى عن الناس، فيؤجر على ذلك. نعم. يقول تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. نرجو شرح هذه الآيات، وخاصة في هذه الأيام التي قد كثر فيها الوساوس والتشدد في أمور الطهارة والصلاة. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، هذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى التيمم بالتراب عند عدم الماء في الطهارتين الصغرى والكبرى، ذكر التيمم بالتراب عن الوضوء، والتيمم بالتراب عن الغسل للجنابة أو للحدث الأكبر، صار هذا تسهيلا من الله عز وجل ورفعا للحرج عن هذه الأمة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطها نبي قبلي، وذكر منها: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. وأما التشدد فلا يجوز، ما يجوز للإنسان يتشدد، هذا هو الغلو. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو هو التشدد في العبادة والمشقة على النفس أكثر مما تتحمل. نعم. يقول: أديت العمرة قبل 4 أيام وقد مشطت شعري بين الطواف والسعي ناسية، وبعد الانتهاء من العمرة تحللت من الإحرام ونسيت التقصير، ولم أذكر إلا بعد 3 أيام فقصرت، فما الحكم في ذلك؟ يجوز للمحرم أنه يمشط رأسه ويغتسل، يغسل رأسه، يجوز هذا، لكن بالرفق، ما يمشط رأسه بقوة خشية أن يتساقط شيء من الشعر، بل يمشط رأسه برفق. يجوز للمحرم أنه يمشط رأسه، ويجوز يغتسل ويغسل رأسه ومحرم، لا بأس. وأما ما فعلت من أنك نسيت التقصير إلى 3 أيام ثم لما فطنت قصرت، حصل المقصود والحمد لله. نعم. يقول: سافرت من الرياض بالطائرة بالأهل للعمل في جدة على أن نؤدي العمرة بعد أسبوع، هل عملنا هذا صحيح؟ وهل نكتفي بالإحرام من جدة أم من الطائف؟ إذا كنتم ناوين العمرة في مجيئكم من الرياض ناوين العمرة، فإنه يلزمكم الإحرام من الميقات الذي مررتم من فوقه بالطائرة، وهو السيل، ترجعون إلى السيل تحرمون منه، ميقات أهل نجد تحرمون منه بالعمرة إذا أردتم أخذ العمرة. نعم. اعتمرت وحلقت ولا يوجد الآن في رأسي شعر، وأريد أن أعمل عمرة ثانية، فماذا أفعل؟ هو لا ينبغي تكرار العمرة في وقت متقارب، ما هو مرغوب ولا مستحب، يكون بين العمرتين وقت زمني بحيث ينبت شعر الرأس، يكون هناك وقت بين العمرتين. أما أنه يكرر العمرة في يوم واحد ولا يبقى في رأسه شعر للتقصير أو الحلق، فهذا غير مرغب فيه شرعا. ولكن إذا فعله فإنه يمر الموس على رأسه، ولو كان محلوقا من قبل يمر الموس عملا بالسنة وأداء للنسك، فيمر الموس، لأن هذا منتهى استطاعته. الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. يقول: دخلت المسجد قبل أذان المغرب بدقائق، هل يجوز أن أصلي أم أن أجلس أصلي تحية المسجد؟ منهي عن الصلاة عند غروب الشمس، هذا وقت نهي، اجلس. نهي عن الصلاة وقت غروب الشمس حتى تغرب. نعم. أفيدكم بأني قمت بالحج قبل العام الماضي، حيث جئت إلى مكة وأهلي قبل الحج 10 أيام. نعم.
يقول أتيت إلى مكة مع أهلي في قبل الحج بعشرة أيام، وليس عندي نية للحج، ولكن في يوم عرفة بعد الظهر صار عندي النية، فسألت أحد أئمة المساجد فقالوا أحرم من مكانك هذا واخرج إلى عرفة، هل يجوز هذا العمل؟ نعم، هذا صحيح. إذا نويت الحج تحرم من مكانك الذي نويت منه، إن نويت في مكة تحرم من مكة، وإن نويت في منى تحرم من منى، وإن نويت في عرفة تحرم من عرفة.